في ظاهرة الأجزاء الداخلية للبيض. لو طلعنا على الجزء الأول هو عبارة عن الصفار. الصفار وين بيتكون قلنا؟ داخل المبيض. لما يكبر الصفار داخل البيض بصير بهذا الحجم. بعد هيك بصير لي عملية قذف داخل إيش الجزء الثاني؟ داخل القمع. قلنا القمع بصير فيه عملية الإخصاب. ما صارت في عنا عملية إخصاب بروح للجزء الثالث اللي هو عبارة عن المعظم. إيش بتكون في المعظم؟ شايفين الزلال؟ شايفين هذا الزلال؟ هذا عبارة عن البياض. طب كيف بصير عندي بياض؟ لما نصير عملية سلق للبيضة نفسها بصير بتكون عندي البياض. طب ليش بصير لونه أبيض؟ لأنه عبارة عن بروتين. البروتين مع الحرارة بيتجمد وبيعطيني اللون الأبيض. يبقى الجزء الثاني عندنا من الأجزاء بعد الصفار هو عبارة عن الزلال. عبارة عن إيش؟ عبارة عن الزلال. طب الجزء الثالث بعد هيك إيش قلنا؟ أخشة القشرة. وين تتكون أخشة القشرة؟ بتتكون داخل قناة البرزخ. الجزء القبل الأخير في القناة هو العبارة عن البرزخ. طلعوا هنا في عندنا غشاء خفيف. طلعوا كويس؟ طلع بعينك. بتلاحظ في عندك غشاء خفيف على الطرف. طلع هذا الغشاء ببين عندي لما اسلق البيضه. بتلاحظ في عندي غشاء ابيض تكون هو عباره عن اغشيه القشره. وزي ما حكينا قبل شوي انه اغشيه القشره بتحافظ عليها من الاعداء من الميكروبات وانه بضل عندي جسم البيضه ممتاز جدا ما فيش اي مشكله. تمام هلقيتي؟ في عنا جزء اخير. طلع قربوا علي هان. قربوا طلع قرب علي طلع هنا في عنا طلع كيف هنا في عنا حز اصفر شايفينه شكيف حتى قرب نوعا ما كثير. طلع 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 هان بكون عنا موجود على الجهه الثانيه لكن مش مبين. طلع هان هذا ايش بنسميها شباب؟ بنسميها الكلازا. ايش بنسميها؟ الكلازا. هذه الكلازا ايش وظيفتها؟ بتعمل على على تثبيت الصفار في منتصف البيضة. خليه قوي جدا. وانت لو طلعت على الرسم بتلاقي في عندك كلازا من الجهتين. هنا في كلازا وهنا في كلازا زي الشعر المجدد. زي الشعر المجدد ايش وظيفتها؟ بتعمل على عملية تثبيت الصفار داخل البيضة. وبالتالي بتصير عند البيضة قوية جدا. انت لو مسكت البيضة الجديدة وخضيتها تلاحق انه فيش صوت. ليش؟ ليش فيش صوت؟ لانه الكلازا عندنا قويه جدا مسكاها كويس. لكن لو بيضه قديمه تلاقي الكلازا مترهله مش قويه. لو خضيتها بتسمع انه في صوت داخل البيضه. تمام يا شباب حلوين؟ هيك كل اجزاء البيضه اللي تعرفنا عليها. كفينا عندي صفار، عندي الكلازا، عندنا البياض واخشيه القشره عباره عن الزلال. ويعطيكم الف عافيه. تمام.